السلام عليكم يا شباب. اليوم بنكمل الوحدة السابعة اللي هي بتتكلم عن ارتباط الجينات وتعدد المجموعات الكروموسومية، وده درس سهل جدا. هي فكرته ان كان فيه عندي التوزيع الحر للعوامل اللي هي قانون مندل الأول أو الوراثة المندلية، كان بيفترض ان كل جين محمول على كروموسوم خاص به، فبالتالي لما بتيجي الكروموسومات تنفصل في الانقسام المنصف بتنفصل ازواج الجينات المسؤوله عن كل صفه. الحين جاء بعد مندل عالم اسمه توماس مورغان، واكتشف ان ممكن يكون في ارتباط ما بين كروموسومات لصفات مختلفة بتحمل على نفس الكروموسوم، لأن أنا عندي الجينات ممكن تبقى عددها بالآلاف والكروموسومات عددها بالعشرات، فبالتالي ممكن ألاقي على كل كروموسوم عشرات من الجينات، كل جين لصفة مختلفة، فبالتالي ممكن ألاقي جينات لصفات مختلفة موجودة على نفس الكروموسوم فأطلق عليها الجينات المرتبطة. تعال نفتح مع بعض صفحة 199 علشان نشوف موضوع التركيب الجينات الجديد، ارتباط الجينات. هنا جايب لك هنا ان في جين اسمه A وجين اسمه B. لو تلاحظ هنا ان الجين A والجين B على نفس الكروموسوم، فهنا A كابتل B كابتل، A كابتل B كابتل، دول جايين منين؟ جايين من الكروموسومات اهيت لما كانت متضاعفه. عندي ازواج الكروموسومات المتماثله اهي، عندي جين A كابيتال وجين B كابيتال على نفس الكروموسوم. طب الكروموسوم الثاني، الزوج الثاني عنده الاليل الثاني اللي هو المتنحي سمول بي سمول، وبالتالي لما اجي اكون الامشاج هيبقى في عندي مشيك في A كابيتال A كابيتال B كابيتال B كابيتال، والمشيك الثاني A كابيتال سمول 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 بي سمول بي سمول. فلما اجي اكون الامشاج في نهايه الانقسام المنصف هيديني اربع خلايا بكل منهما نون، مثلا لو ده المشيك الابوي هيبقى في عندي مشيك A كابيتال B كابيتال، مشيك ثاني A كابيتال B كابيتال، مشيك ثالث سمول بي سمول، مشيك رابع سمول بي سمول. ده الجينات المرتبطه. طيب قال لي امتى ينفك هذا الارتباط؟ لاحظ مورغان ان ممكن ينفك هذا الارتباط في عملية العبور. اذا حدث هنا عملية عبور فبالتالي ممكن تديني تركيبات جديدة. ازاي؟ ان ممكن البي كابتل يصير مع الاسمول والاسمول تصير مع البي كابتل، فبالتالي هنا بيديني ترتيبات بنوية جديدة. طيب يبقى اذا خلي بالك الجينات المرتبطة ممكن مين اللي يفكها؟ اللي يفكها بس هو حدوث العبور، وبالتالي كل ما كانت الجينات المرتبطة قريبة من بعض كل ما نسبة العبور تكون قليلة، إنما كل ما الجينات بعدت عن بعض فنسبة العبور تبقى إيه؟ كبيرة. وبناء عليه قدر مورغان إن هو يرسم خرائط صبغية معتمدا على نسب العبور ما بين الجينات. ليه؟ لأن طبيعي إن كل ما كانت نسبة العبور عالية كل ما يبقى الجينين دول بعاد عن بعض. طيب كل ما كانت نسبة العبور قليلة كل ما يبقوا الجينين قريبين من بعض، فبالتالي اعتبر حاجة اسمها وحدة عبورية، فيقدر ان هو يرسم مثلا طول الجناح، لون العين، جين مش جين كذا، واحد اثنين ثلاثة، ثلاث جينات هم جنب بعض، المسافة ما بينهم بتقاس بوحدات عبورية بناء على نسبة العبور ما بين كل جين والجين اللي هو مرتبط معاه. هنا بعد ما عرفنا طريقة رسم الخريطة الكروموسومية هديك هنا مثال ازاي ارسم خريطة كروموسومية. فانا بحاول اشوف، هو هنا مثلا بيقول لك ارسم خطا على ورق وضع عليه علامات يبعد بعضها عن بعض 1 سم على ان تمثل كل علامة تكرار عبور جيني نسبته 1%. يعني اذا كانت مثلا نسبة العبور ما بين A وما بين B، مثلا العبور ما بين A وما بين B مثلا تساوي 10%، العشرة في المية دول هيمثلوا بعشرة سنتي ما بين الجين A والجين B، فأعمل هنا المسافة دي هتكون 10 سنتيمتر، وهكذا أقدر أرسم خريطة كروموسومية شاملة لأكثر من جين. الآخر عنوان في الوحدة
آخر عنوان في الوحدة السابعة اللي هو تعدد المجموعة الكروموسومية. طبعا احنا عارفين ان في عندي يا اما يبقى 2N يا اما N. 2N اللي هي الخلايا الجسدية وN اللي هي الخلايا الجنسية. هل ممكن يبقى عندي 3N؟ قال لي نعم ممكن يبقى عندي 3N، لو انتوا فاكرين زي نواة الاندوسبيرم اللي كانت في البذرة. ممكن يبقى عندي 4N، ممكن يبقى عندي 8N، ممكن يبقى عندي 16N، لين 32N. وده بيرجع الى عدم حدوث الانقسام السيتوبلازمي، ان بيحدث في الخليه انقسام متساوي فيديني نواتين كل واحده 2N، وما ينفصلوش الخليتين منفصلتين، فبالتالي يبقى عندي 4N. ممكن ال 4N يصيروا 8 وال 8 يصيروا 12 وهكذا زي ما موجود عندي في الفراوله. فلكن قال لي ان التضاعف الصبغي او التضاعف المجموعه الكروموسوميه في النبات ده شيء مرغوب، لانه بيؤدي الى ظهور صفات كبيره الحجم، حصيل وفيره، ثمار كبيرة ذات صفات أوضح، فده مرغوب. إلا إن هذا زي موجود في نبات القمح ونبات الشوفان وقصب السكر، ولكنه بيبقى ما هذا التعدد الكروموسومي في خلايا الأجنة بالنسبة للإنسان والحيوان بيبقى مميت، لأن طبعا تحديد الجنس بيحتاج اتزان ما بين عدد الكروموسومات، فأي اختلال فيها زي ما هنعرف إن شاء الله الحصة الجاية ما بين الإكس والواي بيؤدي إلى موت الأجنة. إلا أن لوحظ أن ممكن ألاقي في بعض المخلوقات ثلاثية المجموعة الكروموسومية زي ما موجودة في بعض ديدان الأرض والأسماك الذهبية، أما في الإنسان فإن حدوث تعدد المجموعة الكروموسومية يعد قاتلا. كده يا شباب خلصنا الوحدة السابعة، وهتلاقي في عندك تقويم ياريت إن شاء الله تبدأ تحله، هتلاقي كله من الشرح اللي احنا شرحناه. وأي أسئلة تقف معك إن شاء الله هيكون في تواصل بشكل مباشر زي ما احنا عارفين في الجروبات، وبجاوب لأي طالب عن أي سؤال معرفش يجاوبه يراسلني في الوقت المخصص لي، وإن شاء الله نحلله الاستفسار اللي بيسأل فيه. وبكده خلصنا